صح؟ يبقى ينفع ان انا احط رشاش واحد؟ ما ينفعش صح؟ طب ما تيجي تحط رشاشين، تيجي كده حط رشاشين مع بعض تمام؟ ونشوف ادي رشاش وادي رشاش صح كده؟ ونشوف المسافة هنا كام؟ صح؟ طب لو انا جيت قلت ان المسافة دي اكس والمسافة دي اكس والمسافة دي 2 اكس صح؟ مظبوط؟ يبقى التوتال كام اكس؟ 4 اكس. ال 4 اكس دي بتساوي كام؟ 25 متر. الاكس ده بكام؟ 25 على 4 يطلع كام؟ 6 وربع. ينفع؟ يبقى الحل ده ايه؟ غلط. مظبوط؟ طيب هبتدي امسح تاني، احط ايه؟ رشاشين كمان او رشاش تاني. سبريكر تاني. معلش يا دكتور، معلش يا حضرتك، ما اضرب اخد ال 1.8 من 10 في 2 واطرحهم من 25 والمسافه الباقيه اشتغل عليها. هاي صح، ورايح نفسي من اول خطوه. هاي هو ده الحل، بس انا عشان اوصل لك عايز الحل ده. بالراحه بالراحه. ده المشكله فين؟ المشكله ان انا كنت عامل مع 30 واحد او 33 واحد. طب تعالى تاني احط، انا بقول لحضرتك ايه في طريقتين. طب هحط ثلاث رشاشات اهم، ثلاث رشاشات تبقى كام؟ اثنين سوري اكس، اثنين اكس، اثنين اكس، اكس صح؟ طيب يبقى كده عندي كام؟ 6 اكس. 25 على 6 اكس بتساوي كام؟ بيقسموا يا جماعه كام؟ 4 وشويه تقريبا اي حاجه. يبقى ده مقبول؟ لا مقبول. ايه يا ريس؟ ده المفروض الاكس دي ما تعديش ال 1.8 على 10 تمام؟ يبقى احنا الحل ايه كمان يا جماعه؟ ببساطة جدا انا هعمل كده كالاتي. طب لو صح هو ال 1.8 من 10 ده مش كان مخصوص عشان السبرينكلر اللي جنب الحيطه؟ بس لكن بقيه البحر بتاعي مش لازم التزم بال 1.8 من 10؟ لا خالص، التزم بال 3.6 من 10. انا بقول لحضرتك في طريقتين توزيع الرشاش تمام؟ الاكس هو 25 وانا عايز ان هو 1.8 تقريبا صح او اقل، يبقى المفروض هنا هو تجيب لي كام؟ اقسم ال 25 على 1.8 وتعرف تقريبا عدد الرشاشات. أو مش عارف مش عارف المسافات البينية، المسافات البينية هو عدد الرشاشات ناقص واحد. نمشي ببساطة، نعيدها تاني. على 6 ما نفعتش، على 8 ما نفعتش، على 10 تمام؟ ما هتبقى العملية ازاي؟ 2 4 6 8 10. طب لو على 10 هتفضل 2.5 يبقى على كام؟ على 12. طب على 12 بكام؟ 2.5. لا 25 على 12 بكام؟ 2 1 صح؟ ينفع؟ ما ينفعش صح؟ احنا عايزين 1.8 من 10، يبقى الحل ايه؟ 13 ما ينفعش يا باشمهندس، احنا اتفقنا ان الكلمة عندي 14، 25 على 14 بكام؟ 1.8 تقريبا 1.7 1.78 كام؟ 1.78 يبقى كده ايه؟ اكسبت كده. يبقى عندي كام رشاش يا جماعه؟ 13 كده عندي 7. خد الرقم ده حضرتك واقسمه على 2 تمام؟ يطلع عندك كام؟ عدد الرشاشات بتاعتك. في اوفرلاب بس؟ في اوفرلاب ما بينهم بالطريقه دي. ليه السبب؟ لان انت هنا خدت 1.78 خلاص؟ خدت كده 1.78. انت عندك ده اكس صح؟ اللي بعده 2 اكس يبقى كام؟ الاثنين دول او ال 1.78 مضروب في 2 صح؟ يطلع عندنا كام؟ 3 بوينت ها؟ 6 5 تقريبا 6 5 مظبوط؟ وبعد كده 3 بوينت 5 6 هي رشاش 3 بوينت
بس في مشكله في الطريقه دي. اي لاست اللي ربنا اداهولي او الكود اداهولي قال لي ايه؟ اذا كان الكود اللي فتحها معاك وقال لك ده ماكسيمم ديستانس ما بين الرشاش والرشاش كام متر يا جماعه؟ 3.7 تمام؟ طب جايز ان انا اعمل ايه؟ لو انا خدت المسافه 3.7 عدد الرشاش بتاعته ايه؟ ايه صح؟ طب يبقى ايه المانع ان انا اعمل ثلاثة؟ خلي بقى حضرتك في حاجه، كل ده وانا مجرجرك بطريقه لطيفه جدا ان انت حساباتك غلط from A to Z. الارتفاع الاول لازم نوصل للارتفاع. احنا قلنا كام يا باشمهندسين؟ نرجع تاني للمحاضره بتاعت امبارح. قلت لك انا قلت لك الواحد والثمانيه من عشره دي جايه لايه؟ لايه الاردني صح؟ جاي عشان 75% من 2.3 اللي هي نص ال 4.6 صح يا باشمهندسين؟ يبقى المفروض نرجع ايه؟ معلش انا مش 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 بضايق انا بس بقول لحضرتك ايه؟ التريكات الصح وانت بتعمل ديزاين ما يبني على باطل فهو باطل. عملت لي كده في المدخله بريك غلط تعالى بقى ايه؟ خلاص حساباتك كلها باظت. اي ونوت اكسبت ما ينفعش. هتيجي تقول لي طب يا دكتور الفايل سايزنج مش عارف ايه؟ اقول لك هو اصلا غلط. بالظبط ده المستيك تمام؟ أربعة فوق ستة على اتنين حضرتك لأن المسافة ما بين الرشاش والزميل 4.6 ده في الايه؟ ده في الاوردينري واللايت 4.6 تمام؟ الاوردينري واللايت مع الستاندرد سنيك. طيب المسافة ما بين الرشاش والرشاش 4.6 يبقى نص القطر بتاع الدايرة بتاع الرشاش كام يا باشمهندس؟ 2.3 متر صح؟ طيب يبقى المسافة ما بين الرشاش والحيطة كام؟ الكود قال لك المسافة ما بين الرشاش والحيطة هي 75% من المسافة بين الرشاش هي 2.3 يعني كام تضرب 75% 2.3 يطلع معاك 2.10 هتيجي يا ابني؟ سهلة؟ نعيد تاني يا جماعة نعيد تاني نوسع تضرب الرشاشات عشان بعد كده هنشوف ايه السيستمز كلها مع بعض. تاني حاضر كده احسن. طيب اقفل ده كده شويه كده احسن. نعيد تاني يا جماعه. انا عندي حضرتك 25 متر المسافه 25 متر والعرض 15 متر تمام؟ لو سمحت قايل لحضرتك الاكسترا هازارد تمام؟ الطريقه ان انا هوزع بيها جيت سرحت معاك لغايه فين؟ لغايه الاخر افتكرت ان انت حليت صح صح؟ قلت لك في الاخر ايه؟ هازارد غلط يبقى الماكسيمم ديستنس ما بين الرشاش والحيطه كام؟ 3.7 ده عشان ايه؟ عشان الاكسترا هازارد تمام؟ الاوردينري واللايت 4.6 خلي بالك انا كل الكلام ده وبقى معاك في ترشاش نوع واحد اللي هو الستاندرد سبيك تخيل بقى لو قلت لك سايد وول قلت لك مثلا اس اف ار قلت لك انواع كتير جدا بتعلق 13 نوع تمام؟ ايوه لو صفر اللي قلت لك عشان التريك اللي انا بتاعك تمام؟ ف 3.7 نصها كام يا جماعه؟ 1.6
طيب جميل. انا بقول ان الاكس عندي المفروض بكام؟ 1